أسامة، يعني دايما أي فريق أو أي منظومة عندها احتفال بتعمل احتفالات كبيرة جدا لما تاخد بطولة. النادي الأهلي النهاردة بيدور على وقت يحتفل بيه باستلام درع الدوري وما عندوش مكان، وتصريحات الكابتن محمود الخطيب إن هو ده التوقيت الوحيد، هنستلم النهاردة هنقفل بكرة. فرحة لعيبة الأهلي قليلة. هو ده قدر النادي الأهلي وقدر المسؤولين اللي بيشتغلوا، قدر اللاعبين اللي بيشتغلوا، ان دايما النادي الاهلي بيلعب تحت ضغوطات كبيره، ما بتلحقش تفرح مع جمهورك. انت النهارده الاهلي بيكون بياخد بطوله الكاس، بتلاقي في نفس اللحظه وانت بتستلم الكاس يقول لك افريقيا يا اهلي. هو ده قدر النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي. علشان كده النهارده يعني عايز اقول مبروك لجمهور النادي الاهلي في البدايه، مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، الجهاز الفني، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، اللاعبين، الكابتن خالد بيبو اللي واحد يعني من ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي اشتغل بحب وباخلاص، واحد من اسباب النجاح النهارده ان احنا قاعدين بنحتفل هو معانا. فالموسم ده كان موسم صعب جدا على النادي الاهلي، ابتدى يا كابتن سيف بخساره بطوله مهمه جدا، هي بطوله السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري. وهو ده بقى دور جمهور النادي الاهلي اللي بيرجع ويقوم الفرقه ويقوم الجهاز الفني واللعيبه مره ثانيه ويرجعك لمنصات التتويج. اربع بطولات بعد خساره البطوله دي بتقدر تحصدهم، بطولة افريقيا، بطولة دوري، بطولة كاس، بطولة سوبر مصري، ثالث كاس العالم، تحديات كبيرة. علشان كده النهارده يوم حلو. يوم حلو النهارده ان اللعيبة تحتفل بمجهود. بطولة الدوري كان صعب جدا، بطولة الدوري السنة دي من أصعب المواسم اللي اتلعبت فيها بطولة الدوري. بيراميدز كان منافس عنيد ومنافس صعب. كان في وقت من الأوقات والنادي الأهلي عنده مؤجلات، وتبص الجدول الدوري وتلاقي فارق 24 نقطة. لو مش لعيب النادي قلقت في التوقيت ده؟ لا، كأهلاوي النادي الأهلي عمرك ما تقلق عليه. إنك أنت بتراهن دايماً على شخصية النادي الأهلي. لما تبص على الجدول 21 نقطة فارق أو 24 نقطة، فرق كبير. لو ما عندكش لعيبة ومسؤولين وجهاز فني على قدر المسؤولية ممكن تقلق، لكن لعيبة النادي الأهلي دايماً عودتنا على الصعاب. علشان كده لما كنا بنشوف الماتشين المهمين في بطولة الدوري الأهلي وبيراميدز والأهلي بيحسم البطولة، كانت فرحة مهمة جدا في دوري صعب جدا في موسم صعب جدا. علشان كده النهاردة يعني يستحقوا لعيبة النادي الأهلي أن تقام النهاردة احتفالية وتتويج في أرض الملعب، وياخدوا حقهم أن التتويج والاحتفالية والصور اللي هتقعد للتاريخ وللذكرى دي مهمة جدا اللعيبة تحضرها مع أسرها مع جمهورها العظيم. عايز اقول لك حاجه بمناسبه السؤال اللي انت بتساله لاسامه. امام عاشور بعد ما خدنا اول بطوله قال لي يا كابتن انتوا بتفرحوا امتى؟ هو لا بتفرحوا امتى وبتفرحوا ازاي؟ لان لقى ان احنا بعد المباراه يلا يا جماعه الناس خلاص هنركز، عندنا ماتش بعد بكره بطوله. فلقيته جالي قال لي يا كابتن انتوا بتفرحوا امتى؟ انا يعني عايز افرح، نفسي افرح، احنا لسه واخدين بطوله والناس مبسوطين والجمهور مبسوط. لا ده بيبو ده بعد افريقيا خلاص انت فرحت يومين، فرح للشناوي قالوا انتوا كده خلاص الموضوع خلص، يعني ما فيش تكمله للفرحه. يعني الموضوع خلص كده خلاص. وعايز يفرح له مثلا شهر ونص. عايز ياخد وقته يعني. فبقول انتوا بتنبسطوا امتى؟ يعني امتى الدنيا بتقول لا هنا ما فيش كده، هنا انت بتطلع من بطوله على بطوله تاني، اخرك اليوم اللي هو اللي بتاخد فيه البطوله، بتفرح مع الجماهير، بتروح عندك وقت ان احنا هتبسط. انما احنا السنه دي ما فيش وقت. فامام يعني ما تدورش على الحاجات دي، خليك مركز في الماتشات.